يراعي فيك ربي سبحانه وتعالى. هذا ما احوجنا له. نعم. لان الذي يتفق مع العالم هو الطبيب. فالعالم يداوي ماذا؟ العقول. داخل القلب اللي هو ايش؟ المعاني. واما الطبيب فهو يداوي ايش؟ الجوارح. فالاثنين الشريكان في هذا العمل الطيب يعني. نعم. إذا كانت مسألة من تحت طباعة مما يكون مشاركة ولا يقع حتى يقع إذا وقعت في البرد يمشي في القاعة. والله مالك روي عنه هذا، ولكن روي عنه عندما سئل هل يجوز بيع الهواء قال وجاز بيع هواء فوق هواء، يعني الافتراض ذكر هذا وافترض عليه. هي شكيلة هواء. أي نعم، هي ما ذكرها مين هو. أدلة هذه القاعدة، أدلة هذه القاعدة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. رأيتم ما يجيب في قاعدة فقهية نجم يستدل بهذه القاعدة؟ نجم، لأنها مستندة إلى دليل يقين. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. إن الدين يسر ولن يشاد الدين إيش أحد إلا غلبه. فهذه إيش أدلة هذه القاعدة تدل على جلب التيسير في الأمور التي لا طاقة للإنسان فيها، تدل على التيسير في جلب التيسير في الأمور التي إيش لا طاقة للإنسان فيها. يفهم منه بمفهوم المخالفة شنو هو؟ هذا الرسول مفهوم المخالفة، يفهم منه بمفهوم المخالفة شنو هو؟ أن الأمور، أن الأمور التي إيش في طاقة في إطاقة الإنسان فإن لا جلب فيها. فروع هذه القاعدة الفرع الأول عدم وجوب قضاء الصلاة، عدم وجوب قضاء الصلاة على الحائض لتكرارها بخلاف الصوم. رأيتم هذا فقه. ونحن مثلا عندك انت يجيك واحد يسألك واحد هل المرأة يجب عليها ان تقضي الصلاة؟ تقول لا. طيب الدليل؟ ها؟ جيب الدليل طول. لا لا اعطيني الدليل يا حبيبي. القاعدة الفقهية المشقة، المشقة تجلب التيسير. لما كان كل ما يجب عليه صار عسر عليه. فلا بد بالقاعدة، عملا بالقاعدة. أو لو كان تبع الفرعيات الفقهية مشاكل. هذه القاعدة عندك سؤال وقاعدة فقهية معك تدخل تحتها كل هذه الفرعيات. تفضل. سيدي هناك حكينا المرة اللي فاتت على رجاء صلاة الناس اللي الحكمة مع شيء بعدهم مشينا قلنا اللي على النائم يرجع. وهناك نقولوا على المرأة الحائض مشينا بالقاعدة هذه. معناها نجم نقولوا نولي نمشي أنا في الدير واحد مش مصلي 40 سنة باش يصلي معناها زوج فوات في النهار مش تولي مشاكل. طيب ايه الاشكال؟ انا يعني الذي ترك صلاته قديم اي على الارجاع كذلك بالورق قضى الصلاه يعني بسبب الجهد هذا لا توحيد تقول لي مشقه 5 ايام ولا 35 سنه. طيب اقول لك حاجه، هذا امر من الله وتسببت فيه المرأة. اما حضرته هذاك صايع ما يحبش يصلي وصايع وما يحبش يصلي شنو يعملوا؟ ابدا ابدا هذه مشقتها من الله سبحانه وتعالى فرض عليها الامر كذلك. ولو لكنه في العمر ما في السنه مره يختلف خلاف هذا شهريا هكذا وهذا من الله. طيب ترك الصلاه هذا مضيع نفسه ايش نعمل له؟ والله اتذكر ان واحد منكم يكون سيدي يكتب لي بخط باهي مش عارف ماذا يكتب له الاخوه اللي يقضوا الصلاه اللي يحب يقضي الصلاه انتبه له الكيفيه كيف اكتب له. انا مذكرني مره واحد ولكن نسيته في ذلك ذكرت ان اكتبوا هذه الانسان اللي يحب يقضي صلاته. احنا قلنا اقله شنو يومين يومين اقله يعني عملت يوم مع يوم لا يجوز لا يجوز يومين ليش مع يوم تجب تصليهم مطلقا تصلي الصبح ظهر عصر وربع عشاء في اي وقت. لكن العلماء جابوا صوره قالوا هي تخفيف على الناس
في كل صلاة معها ماذا؟ طيب مثلا الصبح، الصبح أعمل القوسية سهل تحت تحت شنو؟ هنا ايش؟ صبح غادي؟ ظهر. طيب اكتب بعد ذلك الظهر عصر تحت هناك شنو؟ عصر عصر ومغرب بيصلي بالطريقة هذه تيسيرا له وقتين مع وقت يكون أحسن. نصلي الصبح نصلي الصبح إيش؟ آه عندك هذه بالكلمة تبدأ بقول وتعمل هكذا عندك 10 سنين 30 سنة العلماء يقول من ابتدأ بهذه الطريقة ومات في الطريق إن شاء الله مغفور له لأنه كانت له العزيمة لازم تكون بيومي. بالإقامة ولا بغير هذيك سنة تتكلف. خلاص كم يا سيدي؟ الفرع الثاني فضل بتاع الحافظ نعم كلمة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم شنو يعني الحافظ ما تصلي اسمه البيت أيوة طيب ليش هذا هو علاش جابوا المشقة تجلب التيسير المشقة تجلب التيسير طيب يقول لي أنت كعليتها لنا مشقة وأنت قلت لنا في الدرس السابق أو قبل السابق الله يبارك ننبه في هذا هذا الأمر أصل فيه إيش التعبد طيب يقول لك التعبد ليه المرأة جعل له هذا الأمر تعبدا وحكمة الفرع الثاني فروع هذه القاعدة مشروعية الطلاق مشروعية الطلاق لما في البقاء على الزوجين من المشقة عند التنافر المشقة والمكد لأجل هذه المشكلة يعني والطلاق في هذه الحالة نعمة وليس بنقمة خلاص اذا هذه القاعده تقول بماذا بان الانسان اذا تنافر الزوجين من بعضهما طيب صارت مشقه ام لا صارت مشقه طيب الافضل ان ناخذ بالقاعده مشقه تجلب التيسير ولا نبقى الامر نقول لحضرتكم كنتوا وياه الدبسين للكل لا هذه القاعده عملا بالقاعده المشقه تجلب التيسير الطلاق نعمه وليس بنقمه في هذه الحاله لانه لو بقى الامر كما ذكرنا حيؤدي الى مهالك وحب إلى فتح باب جهنم يخشى منه العواقب الفرع الثالث مشروعية التخيير بين القصاص والدية تيسيرا على الجاني المجني عليه
وكان في شريعة موسى عليه السلام القصاص فقط ولا دية، وفي شريعة عيسى الدية والقصاص دون تخيير. خلاص شفتوا رحمة الشريعة الإسلامية، يعني قتل الشخص إلى شخص جناء عليه الشريعة خيرتنا هنا، إما أن يرتكب القصاص بتاعه أو ماذا أو الدية، وفي كلتا الحالتين تيسيرا على إيش الجاني والمجني عليه. لو لم يكن تخيير لصار كشريعة ماذا سيد موسى التي فيها ماذا القصاص دون الدية، أو في شريعة عيسى كان فيها ماذا الدية والقصاص معها، فعملا بالقاعدة هنا صار تيسيرا أم لا؟ المشقة تجلب التيسير عندك التخيير، إما أن تفعل القصاص أو تفعل الدية والدية أو لا، إن فيها تيسير. هو تو الأمر هذا حيرجع تو يتكلموا عن الأمر هذا، يتكلموا على الناس على منظومة الإسلام مركب من أوله إلى آخره، من حاكم ولي أمر بالمعنى الأتم يطبق الشريعة وهكذا يحكم التخيير في هذا. للصاحب جن للمجني عليه، المجني عليه مش الجن. لا تخير هذا على ريش المجني عليه. أولا لو قال بماذا بأخذ الدية حيكون تيسير له، ولو قال بماذا بالقصاص حيكون حتى كذلك تيسير له، لأنه حيزيل منه هذا الاختيار وهذه الأشياء. نعم تفضل. خلاص نعم. الفرع الرابع عدم تكليف النساء بما كلف به الرجال، اللي هم عقولهم الله الله يقول لك ايش هذا معناها استنقاص في المرأة والله تخلف، عدم تكليف النساء بما كلف به الرجال تيسيرا عليهم، ربنا يرحم فيهم وهم حابين يخرجوهم الله الله. مش ده رجال سبحان الله يتكلم ما يقروش، لا ليست لهم عقوق اعزب والله ليست لهم، يعني ما يخروش، يعني كان يقرا الشريعة حيرتاح. عدم تكليف النساء بما كلف به الرجال تيسيرا عليهم كالجماعة والجمعة والجهاد ولبس الحرير طيب هذا نعمة من وكذلك الذهب، هذه نعمة، هذا تيسير من الله سبحانه وتعالى. لو كلفت النساء بالواجب عليهن صلاة الجمعة وصلاة الجماعة صار إشكال عليهم، فالشريعة ماذا يسرت عليهم عملا بالقاعدة أنه إيش المشقة تجلب التيسير، فلما كان على النساء في هذه الحالة مشقة كانت القاعدة عمل بها تيسير لهم. تجويز لأنه أصل فيها الحرمة، أصل فيها إيش الحرمة، والحرمة نوع من الضرر في لما فيه من العقاب المترتب عليه، تيسيرا على ذلك لأن كانت العقاب هنا والتيسير لا تنظره من جهة الحس فقط، وكذلك لم يترتب عليه بعد ذلك. كيفاش الحرمة بالنسبة للحرير على الرجال فقط؟ أي نعم احنا قلنا هذا على الرجال، وكذلك الحرير على الرجال حرام لا يجوز. نعم تفضل. خليني معاك نجيبك. ايش في؟ اي نعم دكتور تفضل. المشقه تجلب التيسير. طيب بالنسبه للبس الحرير ما هي المشقه التي بالنسبه للرجال والنساء؟ طيب خليك الرجال هي الحرمه، واحنا الرجال عندنا احنا حرام علينا صح ولا لا؟ طيب النساء جوزت لهم من باب الإباحة في الحرير والذهب، لأن الأصل في هذا من زينتهن، هذا أصل متأتي لهم بخلاف الرجل، لو إحنا حرمنا عليهم لصار عليهم نوع من العسر لو إيش عدم الزينة، لأن هذا تيسير لهم لأنه عدم الزينة أمر معتبر، وكذلك العلماء قالوا ينظر إليه إلى الحرمة، لأن الحرمة ذاتها إذا حرمنا عليهن صار في عقاب، فكأنه في نوع إيش مشقة
كانوا ايش نوع مشقة نفسية كما قال. نعم نعم كذلك من الفروع مشروعية. نعم مشروعية الكفارة في الظهار. تيسيرا على المكلفين. لما فيه من المشقة عند الندم. خلاص؟ طيب لنا لو كل ما شرعتش هذه الكفارة، الرجل قال لزوجها هي عليه كظهر أمه. أليس فيه بعد ذلك ندم؟ جاءت الشريعة يسرت عليه الأمر ايش بالكفارة. المشقة تجلب ايش؟ التيسير. فيسر له الأمر سبحانه وتعالى لماذا؟ بالكفارة تيسيرا له. اختيار. نعم. وإلا لأداه إلى ماذا؟ إلى الندم. إنه لو التزم بالشارع إنه لا يجوز لك الرجوع صار فيه الندم. نعم. بخلاف الطلاق أنواع الطلاق. الطلاق يعني فيه رحمة لأنه مرة أولى وثانية وثالثة يعني ايش؟ فيه رحمة. هذه فروع تجي بعد ذلك مرات تجيش قواعد فقهية. هي قواعد فقهية ولكن ليست لها أدلة أصلية مثل القاعدة الأولى. تندرج كذلك تحت هذه القاعدة ولكن هي قاعدة في الأصل. هي قاعدة ولكن ليست لها أدلة أصلية. احنا مش قلنا قواعد فقهية هي مأخوذة من الأدلة ولا لا؟ في قواعد أخرى ولكن ليست ايش؟ مأخوذة من الأدلة، تندرج تحت ايش؟ هذه القواعد. هذه القواعد قاعدة الضروريات ايش؟ تبيح المحض ورد، هارب تحت ظهر كله. ليش لا؟ هذه قلت قاعدة. قاعدة. هذيك الفروع. الفروع ايش؟ فقهية. هذه قاعدة نفسها. نستدل بها نحن. مش قلت تجي تقول الضروريات تبيح المحظورات. صح ولا لا؟ طيب الضروريات تبيح المحظورات. هذه مستندة إلى دليل ولا مندرجة تحت أصل؟ مندرجة تحت أصل ايش؟ المشقة ايش؟ تجلب التيسير. الضروريات تبيح المحظورات مندرجة تحت ايش؟ تحت القاعدة الأم اللي هي المشقة تجلب التيسير. من فروع هذه القاعدة شفتوا كيف انتم قاعدة أصلية أتيت لكم بقاعدة تحتها مندرجة تحتها وهذه القاعدة تحتها فروع أخرى. هذا تسمى القاعدة الرابعة. لا 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 نزلنا تحت هذه القاعدة وخرجنا يا شاب عندما نخرج منها نقول لكم أن انتهينا منها. الفرع من فروعها الفرع الأول أخذ رب الدين. أخذ رب الدين من مال المدين. المدين الممتنع من أداء الدين. بغير إذنه إذا ظفر بجنس حقه. خلاص أنا الآن شخص أعطيته مال سلفته مال وهو عنده مال عندي ليس باعتبار السلف أو عندي أمانة تقابل نفس هذا المال من نفس الجنس وأنا طلبت منه أن يردني ماذا مال فامتنع. هل يجوز لي أن آخذ ما عندي من ماله إذا كان من جنسه بدون إذنه؟ نعم يجوز طبقا للقاعدة. الضروريات إيش؟ تبيح المحظورات. شو حضر هنا ممنوع ولا لا؟ جوز لأنه ضرورة لأنه صار في ضرر وهذه القاعدة مندرجة تحت إيش؟ المشقة تجلب التيسير لأنه صار في مشقة. وإذا لم يكن من نفس الجنس لا من جنسه نفس الحكاية مال مال غنم غنم بقر بقر نفس الجنس
شرط نعم هذا الشرط التام خلاص هذه ليش لأن ضرورة صار في ضرر فتجيب إيه تجلب التيسير فالمشقة تجلب التيسير درجة تحت قاعدة أخرى تقول إيش الضرورات تبيح المحظورات طيب متى بهذه القيود إذا كان لك دين عن شخص وعنده مال عندك ثم امتنع من أدائه وكان من نفس الجنس فلك أن تأخذ من ماله إذا كان متصف بنفس الجنس من غير إذنه وفقا لقاعدة الضروريات تبيح المحظورات المندرجة تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير طيب مفهوم سيادة؟ خلاص مفهوم؟ هو بالأصل يخلص وما يتسلش معنا هاش هاش اسمع عشان يفهم القاعدة شرط من جنسي لماذا إذا كان مثلا شيء آخر يعادل لا 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 اشترط من جنسه لأنه هنا لا يولي خاف من الزيادة والنقصان زيادة والنقصان يخافوا منه فما مثال لما يقع مثلا يتسلف فلوس نعم يعطيه حاجة لمن راهن يعني تقولي لا يعني ما حقش يتسلف هذا ذكا بعد ما نفوت المثال عليه ولا لا هذا قاعدة أخرى ذاك الرهن مقابل إذا لم يدفع لك في زمن ما وامتنع تأخذ الرهن هذاك شيء أما نتكلم على أمر ما عندوش أخطر أنت أصلا عندما أخذت منه رهن مبني على هذا القول راك ما تردش ليا ونأخذ رهن أما دائما في البال همش أصلا أنا سلفت مالك أنه امتنع وأنا عندي مال ما عندوش علاقة بهذا هل يجوز لي الأخذ منه؟ نعم هو كي عنده مال مش عارف بلاوي ما هو شبهه برضه لبس عليه فلوس ياسر وما عندك ما يحبش يخلص الناس طيب مثلا ياخذ الكاسه ايش ياخذ الكاسه ياخذ الكاسه خلاص فرض خلي الناس حسيه ها انا اقول شخص مال معي مقدار من المال دوش نحن مرحبا ولم يرجعه لي يعني قصد ان المال يرجعه ثم قال لي هذه سيارتك إن وجدت معناها فيها معناها رعاية مشتريها وتشتريها هي خديت أنا هذه تسمى بماذا في اللغة تسمى بالإحالة بالإحالة يعني حيلك على مال عنده أو يسمى بالمقاصة اقتص ما عندك من مال هذا لا شيء فيه هو لا معناتها ما عندوش النية إنه معناتها يمتنع يعني هو نعطيه المال كله يعني فأنا عندما حصلت على المال أخذت تأخذ بقدر المال تأخذ وتأخذ المال نعم طيب مفيش مشكلة هذاك يسمى فقط يسمى المقاصة كذلك من الفروع المندرجة تحت قاعدة الضروريات تبيح المحظورات جواز دفع الصائل